بدء دخول الأجواء المعتدلة شيئا فشيئا. كشفت هيئة أتموسفيريك جي 2 للأرصاد الجوية أن دولا أوروبية قد تشهد ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة خلال العام الجاري وخلال الأسابيع المقبلة أيضا. وبحسب هذه الهيئة فمن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في البر الرئيسي أعلى بمقدار 5 إلى 8 درجات مئوية في المتوسط، وذلك على مدار 30 عاما مع بداية الشهر المقبل سبتمبر، الأمر الذي اعتبرته الهيئة أنه غير معتاد في القارة الأوروبية. وتأتي هذه الارتفاعات في أعقاب موجة من الحر والجفاف شهدتها عدة مناطق في العالم، لكن أوروبا شهدت ارتفاعات غير مسبوقة تزامنت مع حرائق غابات اندلعت في عدة بلدان أوروبية. علماء أرصاد قالوا إن جنوب ألمانيا ومنطقة البلقان وأوكرانيا ودول البلطيق ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل خاص، وهذا يزيد من التهديد الناجم عن أحداث الطقس السيء والتي يأتي منها الفيضانات والعواصف القوية وحرائق الغابات. الاحتباس الحراري أدى إلى تمديد فترة الصيف حتى سبتمبر وحتى أكتوبر هذا العام في أوروبا، هذا حسب ما نشرته وكالة بلومبرغ، وهذا الأمر الذي كان غير معتاد لكنه يبدو أن الظروف الجوية والمناخية تنتجه لتغيرات وتتجه أيضا لتغييرات قياسية وغير مسبوقة. لكن ظروف الطقس الأكثر اعتدالا يمكن أن يؤدي أيضا إلى تأخير بدء موسم التدفئة في تكرار للعام الماضي 2023. وشهر سبتمبر مهم لتجار الطاقة لأنه يشهد التفاوض بشأن عقود موسم التدفئة في نهايته. يذكر أن القارة الأوروبية شهدت وبشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم ارتفاعات في درجات الحرارة، هي الأسرع عالميا. توفي جراء هذه الارتفاعات أكثر من 150 شخص بشكل مباشر خلال العام الماضي بسبب عواصف أو فيضانات أو حرائق غابات.